فضيلة الشيخ، إمام يصلي قائما ولكنه لا يستطيع السجود على جبهته، فهل يسجد المأمومون أم يفعلون مثله؟ نعم، هذا سؤال مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإمام: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهل إذا عجز عن السجود عن الإمام هل يطلب من المأمومين ألا يسجدوا؟ الجواب: يرى بعض العلماء أن الإمام إذا عجز عن ركن سوى القيام فإنه لا يجوز للقادر عليه أن يأتم به، فهمت؟ يعني هذا الإمام العجز عن السجود لا يجوز للآخرين الذين يستطيعون السجود أن يأتموا به، بل يبحث عن إمام آخر. وبناء على هذا القول، هل يرد هذا السؤال أو لا؟ أسألكم جميعا، لا يرد هذا السؤال، لأنه أصلا ما مصلين معه. لكن الصحيح أنه يصح أن يأتم المأموم القادر على الركن بالعاجز عنه. ففي هذه الحال نقول: إذا سجد الإمام فهو يجب عليها أن يسجد إلى قريب من الأرض بحيث لا يتضرر، وعلى المأمومين أن يسجدوا في الأرض لا يتابعونه فيها. فإذا قال قائل: ما الفرق بين القيام والسجود؟ قلنا: الفرق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلسوا، ثم بين لهم الحكمة، قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. لأنه صار إمام قاعد والناس كله وراهم القيام، صاروا كأنهم قائمين عليه، والقيام على الرجل منهي عنه إلا إذا كان في مصلحة. فهمت يا ولد؟ إذن إيش نقول؟ نقول على القول الراجح: يسجدون على الأرض، وهو يسجد إلى قرب الأرض، إلى الحد الذي يمكن أن يصل إليه.